وسرقة ممتلكاتهم والاعتداء عليهم. العصابة تتكون من 3 أشخاص يقودهم شخص فار من العدالة لارتكابه عدة جرائم. محمد بن كموغ. كانت فرقة الشرطة القضائية بأمن دير بوثلجة من تفكيك شبكة إجرامية تختص في السطو عن الملازم والاعتداء على الأشخاص والاستيلاء على ممتلكاتهم. هذه الشبكة يقودها فار من العدالة ومحل عدة أوامر قضائية تمتهن السرقة والاعتداء على الأشخاص. خلال هذه العملية تمكنت مصالحنا من حجز كميات معتبرة من المسروقات تمثلت في مجوهرات جهاز طابلات بالإضافة إلى عدة هواتف نقالة.